السلام عليكم ورحمة، حياكم الله في فيديو جديد في قناتي. اليوم رسمتنا بتكون حق صوفي كريستوفر فروم هاول موفين كاسل. ناس ما تشوفون الفيديو اللي قبل انحذف، جبنا العيد بس كذي بقدر اقول لكم اياها. لكن صراحة كان جدا يوم سيء، يعني حتى شفت حلم ايه. المهم نحن بتجاهل هذا الموضوع. حق صوفي، نرجع حق صوفي. بس ما تشوفون تواصده رسمة كرهتها، ما صف كرهتها، ما تتكلم في الموضوع، ما أعرف عن شو أنا أتكلم الحين. يعني إذا نتكلم عن قوم محاول، طبعا الفيلم شفته أكثر عن مرة، فنان حلو عجيب واو. اثنين بس ما تشوفون شو حاولت أنا أغير ستايل تلوين الشعر، تلوين السكن، لكن بعدني أحس إني مش ضابطة لين هناك. يعني كانت محاولة يعني جيدة، بس الرسمة الطاية اللي سويتها بعد، في عندي رسمة طاية حق ستار دوبا اللي بعد بتكون أحلى. والله أحاول أن أغير ستايل العيون، يمكن الشعر شوي يعني ها، العيون ضابطة الستايل مالي ثابت، ما أريد أغيره. أشياء ثانية أريد أعدلها بالرسمة. عندي الخلفية بعد كان مجدين هناك، كنت أبغاها في الليل، بعدين ذكرت إن البرنتر مالتي ما تسوي الألوان حلوة في مال الليل، فيبالي يمكن أغير الإعدادات وأشياء كذي، فمش عارفة بصراحة. لكن يعني الحمد لله بها تعديل، صدقوني بها تعديل. مش مقتنعة فيها أبدا، والله كذا مرة غيرت الخلفية فيها، وبعدين برجع يمكن أغيرها. مشكلة. المهم نشكركم على تواجدكم معي، ان شاء الله نشوفكم في لايف ستريم. او ماي جاد، هات هذه بدايتها في الفيديو الجديد ان شاء الله. فمع السلامة والى اللقاء.